هنروح لمهرجان العالمين تاني. النهاردة تم الكشف عن مفاجآت جديدة وهايلة بصراحة في مهرجان العالمين، كان آخرها حفل الفنانة دينا الوديدي، وطبعا حفل الكينج محمد منير اللي كل الوطن العربي مستنيه، والحمد لله طبعا على السلامة يا كينج. حفلة الكينج من السنة اللي فاتت عملت شغل عالي جدا، الأجواء مبهجة تماما في مدينة العالمين. امبارح كان الافتتاح الرسمي، وطبعا تابعنا حفلة الفنان مدحت صالح، وقدم أغانيه بمقامات موسيقية مختلفة في نوع من التثقيف الموسيقي. حفلة كانت رائعة جدا، و يعني لا يخفى ان مهرجان العالمين بيهتم دايما بالقيمة في الحفلات اللي بيقدمها، وتحديدا حفلة النهاردة الكل مستنيها، حفلة الكينج محمد منير، وبعدها في حفلة الفنانة دينا الوديدي، وبعدها يعني فقرات راقصة لعدد من الراقصين الفلسطينيين عرضا من الثقافات الرقصات الفلكلورية الفلسطينية. احنا معانا الناقد الموسيقي الاستاذ محمد شميس. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله، كل سنه وحضرتك طيب الاول. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. مبسوط ان انا على التلفزيون المصري، والسنه الثانيه برضو بنتكلم عن مهرجان العالمين، ويا رب كده كل سنه نبقى مع بعض ونعمل حفلات قويه وناجحه. يعني الكل منتظر حفله الكينج، وخصوصا بعد عودته بالسلامه من الإصابة اللي كانت عنده، وعايزين نعرف بقى يعني البداية القوية دي هتكون إزاي إن شاء الله. هو محمد منير، أنا يعني إحنا نفخر بيه إن إحنا عندنا فنان قادر يحقق حوالي 40 سنة من النجاح المتواصل. إحنا لما نيجي نبص على سيرة أو نجاح أي فنان عالمي في أي حتة في الدنيا، ما بنلاقيش إن في حد قدر يقعد 40 سنة نجاح متواصل. ده الحمد لله مصر ربنا كرمها باتنين، عمرو دياب ومحمد منير، تقريبا بيشتركوا في نفس هذا العدد من السنوات من النجاح المتواصل. والمناسبة يعني السنة دي الاثنين موجودين كمان، عمرو دياب والحمد لله احنا السنة دي كمان عندنا في مهرجان العالمين عمرو دياب ومحمد منير، فدي حاجة يعني تضيف، يعني مصر بتعلن عرفتها بقوتها الناعمة. وأنا صراحة مبسوط أكتر من موضوع الحفلات، يعني السنة دي في فكرة إن الدولة حريصة على إنها تأكد على اهتمامها بالشأن الفلسطيني، وإن هي تخصيص حوالي 60% من عوائد الحفلات لفلسطين. يعني حتى لو الفنانين بيبقوا أحيانا متكاسلين شوية في موضوع النشاط الاجتماعي أو إن هم واقفين في مواقف زي كده، فجميل إن الدولة بتحرص على ده وبتستغل قوتها الناعمة زي ما كان زمان بيحصل كده. أم كلثوم لما كانت عاملة المبادرة بتاعت مجهود الحرب يعني وتخصيص الأغاني للجيش، فكويس ان احنا لسه محافظين على القيم بتاعتنا دي وبنطورها، وكمان بنحط ده كمان في الجيل الجديد من الشباب. احنا بنتكلم عن المهرجان السنه دي مثلا في ويجز لسه شاب صغير. ما هو ده التنوع بقى اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، شايف التنوع ازاي في الاختيارات، اختيارات الالوان الغنائيه؟ احنا عندنا الراب وعندنا الاندر جراوند وعندنا محمد منير اللي كل الاجيال بتسمعه، وعندنا عمرو دياب، وكان عندنا مدحت صالح امبارح، وكاظم الساهر اللي هو يعني، فالتنوع ده انت شايفه ازاي؟ هي اكتر حاجه مميزه السنه دي مهرجان العالمين هي فكره التنوع زي ما حضرتك قلت. احنا عندنا فرق متخصصه واكبر فرق متخصصه في الوطن العربي موسيقى الروك مثلا، عندنا كايروكي ومسار اجباري الاثنين موجودين، وموسيقى الراب ده موجود، في حين برضو ان الناس كتيره جدا من نقاد زمايلي او اساتذتي كانوا شايفين في السنوات السابقه يعني في مقالاتهم ان دي انواع رديئه من الفن. فكون ان الدوله تستوعب الاشكال الجديده، وكمان يعني زي ما اتكلمنا من شويه ان هي كمان تخليهم يبقى ليهم دور اكبر من دور الفن في تسخير الفن للخير، دي حاجه لطيفه جدا. وعندنا زي ما حضرتك قلت من شويه برضه دينا الوديدي، وبنهتم باهم نجوم الوطن العربي، عندنا الاستاذ كاظم الساهر موجود طبعا، وكان عندنا استاذنا الكبير مدحت صالح. وصراحه السنه دي المهرجان بس اكتر حاجه بتميزه ان هو في النجم الاهم عمرو دياب، كانش موجود السنه اللي فاتت في المهرجان، فكان ان هو بيبقى موجود السنه دي، فده اكبر اعلان من مصر يعني على اهتمامها بالقوه الناعمه. يعني في اهم رمزين موجودين على الساحه ربنا يكرمهم، عمرو دياب ومحمد منير، دي اهم حاجه موجوده، دي قوتنا الحقيقيه. يعني خصوصا الناس كانت بتقعد تسال ليه الدوله ما بتستغلش حاجه زي كده، فالسنه دي الحمد لله موجود الاثنين موجودين، ودي حاجه نفخر بيها يا رب. ودايما كده كل سنه يبقى عندنا حفلات بالشكل ده، واهم حاجه ان احنا نفضل دايما محافظين على التنوع. واتمنى في السنوات الجايه نبدا نشوف بقى يعني حاجات ليها علاقه بالفولكلور، الغنى الريفي، الغنى الصعيدي، يعني ننوع اكتر،
نعلن عن نفسنا بثقافات مصر المتعدده. احنا نطاق كبير جغرافي كبير جدا، وعندنا اشكال موسيقيه كبيره جدا متعدده، فنحاول نستغل ده بشكل اكبر، وانا واثق يعني في المسؤولين ان هم هيراعوا ده باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ محمد شميس الناقد الموسيقي، وباكد على كلام حضرتك اداره المهرجان حاطه عينيها على كل حاجه تهم المواطن المصري، سواء اللي موجود في العالمين او حتى الموجود في كل أنحاء الجمهورية.